السلام عليكم، معكم أمينة زروالي الحاصلة على أول معدل على الصعيد الوطني 19.53. أنا مغمورة بواحد الفرحة عارمة لأنني حصلت على هذا المعدل اللي من هذا المنبر كنشكر كافة الأطراف الفاعلة في هذه العملية، على رأسها الأسرة ديالي، الأساتذة ديالي والإدارة ديال مؤسسة الأوائل كذلك. كنشكرهم بزاف لأنهم عاونوني بشكل كبير في تحصيل هذا المعدل. كنتمنى لهم حظ سعيد وحظ موفق، وهذه فرصة ثانية تمنحت لهم، خصهم يحاولوا ما يضيعوهاش ويجيبوا داكشي اللي عليهم، وراه ربي الموفق كيجيب لي فيها الخير. رسالتي الأخيرة، أولا كنشكر المغاربة كاملين لأنهم بينوا واحد الفرح وواحد السرور، تقاسموا معايا هذه الفرحة، كنشكرهم بزاف. وبالنسبة للتلاميذ كنقول لهم الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة، يطابروا ويجيبوا كلشي داكشي اللي عليهم وربي ما غاديش يخيبهم. كنهدي الأسرة ديالي يعني بدرجة أولى، والأساتذة ديالي ومؤسسة الأوائل أطورا تربوية وإدارية. عبد الفتاح الزروالي الاب ديال تلميذتين امينه وايمان الزروالي المتفوقتين على المستوى الجهوي والوطني. فرحتي فرحه كبيره جدا انه بنياتي توفقوا وعطوا الحمد لله، جابوا نتائج متميزه جدا الحمد لله. كانت مفاجاه ساره ما كناش نتوقعوهاش على الصعيد الوطني الحمد لله، كنا نتوقع نتائج متميزه اي نعم، ولكن على الصعيد الوطني كانت مفاجاه ساره وكبرى الحمد لله. ما كاينش شي حاجه درناها اللي درنا بحالنا بحال الاباء، ضحينا معهم باللي قدرنا عليه، وفرنا لهم اللي قدرنا عليه، وجهناهم، والحمد لله هم كذلك أمان الله تبارك وتعالى أعطى نتائج طيبة.